من المركز التكنولوجي بأحمد عرابي شبرا الخيمة عن الخدمات المقدمة من المركز للمواطنين، نتابع هذه الرسالة التي وفانا بها الزميل أحمد عبد الرازق مراسل إكسا نيوز. على بعد أمتار من محطة مترو كلية الزراعة أسفل كوبري أحمد عرابي بمنطقة شبرا الخيمة، يقع مركز خدمة المواطنين المطور الذي يقدم كل الخدمات المتعلقة بالبطاقات التموينية الذكية. أهلا بكم، في هذه الرسالة نتعرف على كل ما يقدمه هذا المركز من خدمات للمواطنين. يخدم المركز 1,200,000 بطاقة تموينية على مستوى المحافظة، أي نحو 4 ملايين مستفيد. يضم أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة النوعية الخاصة بإصدار البطاقات وغيرها، فضلاً عن العناصر البشرية المدربة. الخدمات اللي بيقدمها المركز المطور بشبرا الخيمة بطاقات الفصل الاجتماعي، الواحد يفصل نفسه من بطاقة أسرته، يعمل بطاقة لنفسه. عندنا البدل فائد والتالف، عندنا الفرد محذوف، عندنا إضافة استخراج بطاقة للمطلقات، استخراج بطاقة للأرامل زوجها متوفي، تم إضافة عدد أرقام مهول من التليفونات اللي كانت البطاقات غير مسجل على رقم التليفون لتسهيل عملية للمواطن ان هو يؤدي الخدمة ويجي له رسائل على رقم الموبايل بتاعه بالخدمات اللي بيقدمها التموين ليه في أي وقت. المركز مجهز بصالات انتظار ويستخدم خاصية النداء الآلي لمنع التزاحم وحفظ الأدوار بين المترددين. المركز هنا فيه 13 شباك عليه 13 موظفة بالأجهزة بتاعتهم، مدربين للتعامل مع المواطن بدقة وبسرعة وبلباقة. ومن خلال التحول الرقمي النداء الآلي دلوقتي منعا للزحام، وما فيش أي مواطن الخدمة بتاعته بالضبط ما تاخدش أكتر من 5 دقائق بالضبط. المركز هنا بيخدم محافظة القليوبية كلها مش شرط شبرا الخيمة بس. يأتي تطوير هذا المركز و600 مركزا آخر على مستوى الجمهورية ضمن خطة الدولة لحوكمة تقديم الخدمة للمواطنين، حيث يحصل المواطن على خدمة أفضل كما يحد من التعامل المباشر مع الموظف أو مقدم الخدمة. أخيرا يمكن التعامل والحصول على هذه الخدمات أونلاين عن طريق البوابة الرقمية. كنت معكم أحمد عبد الرازق من مركز خدمة المواطنين المطور بشبرا الخيمة، شكرا لكم لطيب المتابعة.